بما فيه يعني العالم الغربي بما فيه الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها، كل من هذه الدول عندها قانون لمكافحة الإرهاب، وبالذات مثلا القانون الأمريكي بيدي للشرطة سلطات واسعة دون اللجوء إلى القضاء أو النيابة العامة أو غيره لحماية أمريكا من الإرهاب والإرهابيين. نعم. والقانون اللي هو صدر ده المفروض ان هو اتأخر في صدوره، لانه الدستور في المادة 137 بيقول كده: تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب وتجفيف منابعه ومقاومته والقضاء على يعني الجرائم التي ترتكب. وده من وقت ما الدستور صدر لغاية دلوقتي لما طلع هذا القانون من خلال الايام القليلة الماضية.